أردت اليوم كذلك أن أعطي من خلال إذاعة تيار جهوية ووسائل الإعلام كما وعدت به حوصلة موجزة عن الخرجات الميدانية اللي قمنا بها وبديناها منذ 4 أشهر منذ 21 سبتمبر الماضي، وين عمينا 42 بلدية 42 بلدية. عدد نقاط الزيارات 458 نقطة في مدة 4 أشهر. عدد المناطق الريفية اللي شملتها الوزارة زياراتنا الميدانية هي 180. عدد المجاهدين موضوع زيارات مجاملة في بيوتهم 21 مجاهد. الزيارات الميدانية اللي قفنا عليها حسب القطاع: قطاع التربية 79، السكن والتعمير 71، الهياكل الإدارية التربوية اللي هي شاغرة أو مغلقة 62، وهذا رقم يخلينا أننا نأخذ إجراءات خاصة في هذا الباب. قطاع الري 42، الشبيبة والرياضة 40، الصحة 29، أشغال العمومية والنقل 27، فلاحة والغابات 24، شؤون دينية 21، طاقة 15 موقع 15 مشروع، تجارة 14 مشروع، هيكل إدارية 12 مشروع، ثقافة والسياحة 11، البيئة 7، البريد والمواصلات 4، المجموع 458 نقطة زيارة. هذا مش معنى ذلك أننا في الزيارات الميدانية هذه أنها نغلقها، بالعكس. اليوم في المجلس الولائي اليوم سوف نقف على مدى برنامج مراجعة مدى تطبيق هذه القرارات اللي اخذناها في الميدان، لكن القرارات خلتنا نقف على بعض المحاول الكبرى ما استنتجناه من خلال هذه الزيارة. أولا المتابعة اليومية من خلال زيارتنا لهذه المناطق لهذه البلديات، وقفنا على رفع العراقيل مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي والسكني. لقينا عدد كبير من مشاريع قطاع الصناعة والسياحة توقفة، وخذينا حينها إجراءات حينية وبتينا في طلبات المرقين. وقفنا على إعادة بعث بعض المشاريع اللي كانت متوقفة خاصة في قطاع السكن أو في قطاع التربية، إعادة النظر في أجل الإنجاز عدد كبير من المشاريع. قلصنا الأجال وأكدنا مع المقاولات على أنهم يعملوا بنظام 3x8 أو 2x10 كما يحب المرقي، يحب يدير 2 équipes de 10 ولا 3 équipes de 8. هذا عمل ولعل أول إجراء خذيناه في مسجد القطب هنا على مستوى مدينة تيرت، وين أكدنا ولاحظنا من خلال متابعتنا أنه يستعمل لدوبل بريغاد. كذلك أكدنا على زيارة المساجد ومشاريع المساجد قطاع الشناء الدينية، اللي لاحظنا في الميدان أنه عدد كبير من الملفات الإدارية للمساجد لا تتوفر على شروط لتسوية أوان العقار والإنشاء وتمكين هذه المساجد أنها تؤدي الخدمات خاصة على مستوى المدارس القرآنية. فحصينا الهياكل الإدارية العمومية المغلقة للبت فيها، لاحظنا في عدة بلديات عنده هياكل مغلقة رئيس بلدية ويطلب إيصال دسوة والله يطلب إنه قال لا، رفضنا بنايات جديدة، أعطينا الأولوية لترميم بنايات القديمة، بنايات القديمة مغلقة لتوجيهها لقطاع الصحة أو لخدمات للشبيبة. وهنا في مبادرات من طرف بعض رؤساء المجلس الشعبية البلدي وهم مشكور عن ذلك. الحقنا سيد عبد الرحمن رئيس بلدية اقترح بيت الشباب في هيكل مغلق، بلدية عديدة طلبوا فرع الحماية المدنية مثلا في مغيلة، يعني كأمثلة هنا وهناك. الآن ماذا بينا الآن مش نبني وباش وإنما نرموا. ولعل أهم ملف اللي فتحناه هو بالنسبة للعقود، لحقنا إلى واحد المعضلة نوعا ما بارادوكس. لحقنا الفلاحين عندهم قرارات إدارية وما عندهم في عقود، هما يستغلوا في الأرض، ولقينا مستثمرات صناعية عنده عقد وهو ما يخدمش. إذن خذينا بالنسبة اللي عندهم القرارات سوينا الوضعية، وحوالي 450 فلاح اللي استفادوا بالعقود خلال هذه السنة، وما زال الآن العمل متواصل لتمكين الفلاحين بالعقود تاعهم. وكذلك أن الصناعيين اللي داوا العقود وما انطلقوش أخذينا في حقهم الإجراءات الإدارية على مستوى العدالة لاسترجاع هذه العقارات. الشيء اللي لاحظناه كذلك في الميدان من خلال قطاع السكن خاصة بالنسبة للتجزئة الاجتماعية، تجمعات عندنا 88 لوتيسمون هذا تخصيصات، وعندنا 24 تجمع
سكني ريفي وين لقينا وقفنا خاصة على المسائل تاع العقود. سنجعل من سنة 2023 هذه من آخر جوان على أقصى حد أننا نمكن المواطنين المستفيدين من العقود ورخص البناء والإعانات نتاع السكن الريفي لهؤلاء المستفيدين. الآن تحدي رفعناه وإدارة أملاك الدولة مع رؤساء البلديات على قدم وساق لتمكين المواطنين من العقود الجديدة. ولكن كذلك وضعنا خلية خاصة على مستوى أملاك الدولة مع مديرية التنظيم اللي هي تسوية مواطنين اللي ساكنين منذ 20 أو 30 سنة ساكنين في البناء الريفي داو قطع أراضي وما عندهمش عقود. والإحصاء الأولي فيه 33 ألف مواطن معنية بهذه العملية. إذن هذه عملية استدراكية وضعنا لها منهجية عمل من السهل إلى الصعب. أننا على الأقل الناس اللي ساكنين وهم اللي بناوا الأقل سؤولهم الوضعيات تاع السكن وهذه من الأهمية بمكان. ولاحظناها من ناحية الميدانية أن على مستوى ديوان الترقية والسير العقاري الآن فيه عملية يعني بدأت ملموسة من 1800 في بلدي تيارت. بدينا نسلموا العقود لحوالي 100 اللي بدأوا العقود والبقية الآن راهي متكاملة. يبقى كذلك بالنسبة على مستوى الأجنس فونسيال على مستوى الوكالة العقارية لمجهود سوف يحس به المواطن من خلال تسليمه العقود وتمكينه من عقد الملكية. بطبيعة هذا يطلب منا شيء من الصبر والمثابرة لتمكين هؤلاء المواطنين. وهنا نوجه نداء للمواطنين أنهم يتقربوا مع الوكالة العقارية وإدارة أملاك الدولة لتسوية مستحقاتهم وتسليمهم عقود الملكية بثمن قليل. يعني بالحقيقة ما تطلبش يعني لأن هذو ناس دول بناوا في أراضي ملك للدولة في الثمانينات وما تمكنوش من عقود الملكية. هذا ملف نتابعه دوريا وأسبوعيا. أصرفنا على توزيع السكنات الاجتماعية ويبقانا الآن ملف السكن الهش اللي هو موضوع كذلك انشغال محلي على مستوى كل بلدية الولاية. ولعل من القطاعات اللي اعطيناها الأهمية من خلال خرجاتنا الميدانية هو قطاع الطاقة بالنسبة للكهرباء وتزويد القرى والتجمع السكني الكبرى بغاز المدينة. هذا ثاني قطاع اعطينا له أهميته وإحنا نستبشر خيرا أننا البرنامج 2023 الآن راه في الميدان منطلق. إذن في شهر جانفي شرفنا على انطلاق البرنامج 2023 على أن ينتهي أقصى حد في 6 أشهر إن شاء الله الجاية. يكون المشروع تاع العام تاع البرنامج السنوي يكون في الانطلاق وسوف نشرف في 18 فبراير المقبل على تدشين أول لبنة في السوقر وتكون عينة على مستوى بلدية الولاية. وين ما خرجنا الآن الورشات تاع الكهرباء خرجنا مغيلة منذ يومين كنا في زمان الأمير عبد القادر وين لاحظنا في الميدان المجهود الكبير اللي في قطاع الطاقة اللي نواكبوه في هذا الباب. هذا كذلك نصبنا لجنة ولائية وهذه نشرف عليها أنا شخصيا اللي هي متابعة المشاريع المهيكلة الكبرى. عندنا حوالي 400 مشروع متوسط وعندنا مشاريع مهيكلة كبرى في عدة قطاعات في قطاع السكن في قطاع الطاقة في قطاع الطرق في قطاع الأشغال العمومية في قطاع النقل. وهذه تبشر بالنسبة كما قلت قبيل بحكم تموقع انتاع الولاية أنها ولاية محورية تطلبنا أن نواكبها بنظرة استشرافية. لعل القطاع اللي اعطينا له أهمية في خرجتنا الميدانية وقطاع الشبيبة والرياضة وخاصة قطاع الرياضة. لاحظنا أن هياكل الرياضية نوع ما متدهورة وفي كل محطة إلا السيد مدير الشبيبة والرياضة مشكور يؤكد أنه الاعتمادات المالية سوف يوفرها. وفيه بوادر أنه على مستوى البرنامج استثمار العمومي لسنة 2023 العمليات اللي كانت مجمدة رفع عليه التجميد في انتظار وضع الاعتمادات المالية اللازمة. إذن قطاع الشبيبة والرياضة على مستوى ربوع كل البلديات ما كانش بلدية زرناها وما وقفناش على مرفق رياضي أو مرفق شباني. الخينا مرافق متدهورة للأسف يعني وإنما فيه إرادة على مستوى مدير الشبيبة والرياضة لنحييه أمامكم لأنه ماذا بينا الآن الطاقم الإداري والطاقم التقني أنه يواكب هذا العملية الاستدراكية في قطاع الشبيبة والرياضة. ولعل الملعب الرياضي اللي هنا في تيارت المعلومات اللي عندي هو أنه رصد له مبلغ 6 ملايير سنتيم في انتظار القرار تسجيل العملية.